خليني قبل ما اروح لقضيه تانية برضو، القبض على مسؤولين بهيئه تنميه الثروه السمكيه لانهم تقاضوا رشوه اداريه. برضو النهارده هيئه الرقابه الاداريه تمكنت من ضبط مدير اداره الشؤون القانونيه في هيئه تنميه الثروه السمكيه لتقاضيهم مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من احد رجال الاعمال. والرشوه تمت مقابل تسليم 21 ألف متر مربع في منطقه ابيس بالاسكندريه بناء على مزايده عامه، والمزايده العامه بالرشوه تتحول لامر مباشر وترسى على الحلوين اللي دفعوا الرشوه. تحياتنا للي بيقبض، وتحياتنا للي بعد القبض ما بيطلعش الناس دي براءه، وعنينا راصده ومراقبه وحاميه وحاكمه لانه يبقى ده السيناريو الطبيعي للفاسدين. لكن